يساي تاديانو صوت الشعب لا voix du peuple. اسعد الله مساحكم بكل خير يا شباب وشابات ابناء وطن الحبيبه، كيف قيلتم؟ ان شاء الله كويسين. طيب اليوم حبيب نتكلم في موضوع اللي فيه حولي تساؤلات كتير بيسألوا الناس بخصوصي انا، يعني بالذات الماسنجر بتجيني كتير من الرسائل وبتكرر نفس السؤال اللي هي انا ديما بتحرب منها، من انت، من وين انت، من يا تغبيلة، اسئلة كده يعني مستفزة جدا. واليوم انا قررت نعمل هذا الفيديو خاصة لأشخاص اللي هم بيسألوني في ماسنجر، لدرجة اني اضطريت بنسكر الماسنجر ما بنشغل النهاية، يعني الموضوع ما كتير هلو واحد بيسأل، وهذا يعتبر انه إهانة على عدم الردة. وبصراحة في بعض الأسئلة ممكن حتى الآن ما فيني نجاوبك، كمثلا أنا من ياتو قبيلة وليش ومن وين، ما بجاوبك بعض الأسئلة، لكن أوضح لك بعض الأشياء اللي أنت داير تعرف عني. أنا مستعد الآن أقولها كل الناس العزيزين جدا علي في بداية المشوار لحد نهاية المشوار والمستمرين ولا أتقل أني يوم، وأنا قبل كل حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي محمد بن محمد سلطان، يعني شاب بسيط جدا، وأبي كمان من عائلة بسيطة جدا، أبي كمان محمد سلطان، أنا محمد وأبي اسمه محمد، محمد بن محمد سلطان. فأنا كمان لي أخوان ولي أخوات، وأنا متغرب لي فترة طويلة جدا، والسبب الأساسي في الغربة هو أنه يعني الظلم الدكتاتوري ونظام التشادي، هذا سبب الغربة. وشيء تاني، أنا كثير بسيط جدا، مش زي ناس مفكرين أنه أنا ممكن كده وكده قاعد في مقام رفاهية، وإذا أنا قاعد في مقام رفاهية أنت اللي بتشاهدني كل يوم تعرف أني الكثير. إذا كنت طلعت لك في الأهل أهدى الفيديوهات في أقام أماكن فخمة أو أي شيء، فهذا ربي يشهد وأنت تشهد. وأنا مش إنسان مغرور أو أي شيء، أنا شخص بسيط جدا وبحب لإخواني قبل لنفسي، لأنه بكل صراحة هدفي في هذا الحياة يتذكر اسمي حتى بعد موتي، يعني ما عنديش هدف ثاني خالص، وهدفي بس انه ان احنا كلنا نتوحد وان احنا كله بنهس على بعض، هذا هو هدفي الاساسي لبدء هذا المشوار. وبكل صراحة بخصوص شعري، في كثير من الناس بتسألني ليش انت مربي شعرك، ليش ما تحلق شعرك، وليش وليش وليش، في تساؤلات كثير بتسأل حول شعري، ليش انا شعري كثير وليش انا ما بنحلق واشياء زي كده. وفي بعض الناس بتلات عليا في ماسنجر بتقول لي، في ماسنجر بتقول لي انه انت شخص يعني زي ما تقول، يعني نحن بكلام حقنا نتشات نقول ان احنا زي ما انت نادم بندي، نادم دروغير زي كده، ناس كتير قالوا لي انت نادم منتج مخدرات. بس عادي جدا، يعني الانسان لما ما بيعرف حاجة ممكن بيسأل، عادي جدا. لكن الحقيقة علاقة الشعر بالدروغ كثير مرتبطة، مع أنه معروفة العالم كلها بتتكلم عن علاقة الشعر والمخدرات، بس خلينا نقول لكم حاجة، أني أنا شخصيا أنه الشعر أنا ربيته مش سبب أنه المخدرات أو أي شيء تاني، وأصلا أنا ما بشرب مخدرات، الكل يقول كده وأشرب، لكن هذا المرة أنا بتكلم معكم جدي، ما بشرب غير السجارة العادية جدا، يعني أنت كمتابع عندي وأنت شخص بتأذني كثير وكل يوم بتجتمع علي، أنا لازم أقول لك كل شيء أني عشان أنت تكون نتعرف بعض بشكل رسمي. أنا بدخن سيجارة عادية جدا، بدخن سيجارة حمراء، يعني هي أي سيجارة من نوع، يعني زي السيجارة عادية جدا زي ما كل الناس بتشرب، بدخن بدخن بلانشون غوش شاديانو. بسم الله، أول الكلام نتمنى العافية وانتور السلام.